برجك بالصحة. صباحكم مزيان بالصحة مليان. أي عدلي الموجة شوية وركز لي مع برجك في هالصبحية. الحمد. أفرح بروحك وأفرح بالدنيا وعيش حياتك كيف ما أنت تحب. رد بالك تخلي أي ديتاي يعكر لك المزاج اللي أنت فيه يا حمل. الثور. انهير بكل إيجابية يخليك أكثر قرب من فرص جديدة اللي دايرة بيك. حاول تتشجع وتغزر أكثر للهدف اللي تحب توصل له يا ثور. الجوزاء. أنت صحيح قلبك كبير وما تود كان بالخير، أما ساعات كان تعطيهم عينيك تويتمو في حويجبك. خليك مخو حذرك مع الناس اللي قراب لك يا جوزاء. السرطان. هو صحيح يقولوا للصبر حدود، أما مش على كل صغيرة باش تخلي ستريس يسيطر عليك. حاول تتحلى بالهدوء يا سرطان. الأسد. صحتك هي الكل وراحة بالك ما كيفاش، ما تشغلش مخك في الحاجات اللي قلقوك يا سيد. العذراء. انهير مفعم بالإيجابية الكل، ينجم يكون فيه كونتاكت مباشر مع اللي حواليك. حاول تقلل من الصدمات والنزاعات وخاصة من التسرع يا عذراء. الميزان. اخرج اليوم وعيش نهارك بكل إيجابية. العزلة ماهيش باش تفيدك ومش باش تكون في صالحك، برشا فرص فتنية ينجموا يخدموك وانت تعرف مصلحتك يا ميزان. العقرب. الهيبة والريشة اللي عندك من عند ربي يخليه اللي يعرفك يحبك، وهيدي حاجة تعاونك باش تقرب برشا من الناس يا عقرب. القوس. وقيد انه تخدم على صحتك النفسية اكثر، وقيد اصلاحات وتبديل وين تنجم تعبر على رأيك بكل أريحية، ورد بالك تخاف من الانتقادات يا قوس. الجدي. الحظوظ اللي عندك بيا برشا وبيبين الحياة محلولة على أوسع باب. حاول تكون على قد التطلعات وما تدخر حتى جهد يا جدي. الدلو. ماذا بيك أن تحافظ على الوقت وعلى مواعيدك اليوم. حاول تحسن التصرف مع أصحابك يا دلو. الحوت. أوكازيون تنجم تكون حلوة برشا وين تجمع الشمل وتوتد العلاقات مع الرفاق والأشخاص اللي عندك مديدة مريتهمش يا حوت. هيدا برجكم بالصحة لليوم. نور تقولكم إن شاء الله صبحكم بنين وبكل طاقة وفيتامين. برجك بالصحة. برجك بالصحة.